تمام بس كده وشغال في هذا السبب. يعني التسجيل واقف كده. لا ما انا شغال في تاني. نعم؟ بدأنا تسجيل جديد ولا عمال؟ تمام. احنا شايفين بقى كل الدايليتيشن الجامد دوت في اللارج باول لوب، زي ما قلنا احسن حاجه عشان اعمل فيها تريسنج ابدا من تحت. شايفين الريكتم اهو؟ هو ده اللي احنا ماشيين معاه اهو. بعد كده دخل كانه دخل في دوامه كده، كان الميزنت اللي اتشد هو اتشد معاه. شايفين؟ هو ده. وبعد كده دخل فيه ابرات تشنج في الكلبه بالمنظر ده. كل ده بقى دايركتد سيجمون. وهو اللي هيلف، هننزل معاه تاني تحت عشان ادور. يبقى انا كده شايف ان في سويرلنج في الميزنتري، يبقى انا كده هشك على طول ان في كلوز دروب اوبستراكشن بانواعه بقى. عشان اعرف الترانزيانت بوينت التانية هقرب من المكان اللي انا شايف عنه اللي شيرج في الكاليبر اللي كان موجود قبل كده، هو هنا. يبقى هو السيجمويد كولون لف اللفه بتاعته ورجع نزل هنا تاني. هنشوفها احسن في السكاوت. فين المنظر بتاع كافي بين سايناي؟ كافي بين ساين. تمام. دي حاله سيجمويد فولفوس. طبعا البلين اكس راي يقدر يشخص الكلام ده بسهوله برضو يا شباب، يعني هو بيعملوه عشان يشوف الكومبليكيشن اذا كان في كونجيشن او حاجه، ان هو عشان يحدد المانجمنت اوبشن. ده ميل بيشنت جاي بتروما، تمام. هي حاله بس عشان فيها كذا نوع من التروما، يعني في احيانا التروما بتيجي باكج على بعضها. فمش مثلا لو انا بصيت في بيشنت جاي بتروما سيفير ولقيت مثلا في كونتيوجن في اورجن، او لقيت يعني انا شايف هنا في الليفر ده في حته هايبو ال ديفايند هايبو اتنيويتنج، مش هو ده كونترست، فده ايه منظر هيباتيك كونتيوجن. مش هقول ان كده خلاص الفايندنج اللي في الحاله انتهت، لازم ابص كويس على بقيه الاورجنز. تمام. زي ما احنا خصوصا اللي هي اللي على نفس السايت، لان التروما لما بتيجي على سايت بتيجي باكج مع بعضها. يعني احنا شايفين هنا الكيدني الرايت الليفت دي اوباسيفايد، انما الكيدني الرايت ما فيهاش اوباسيفيكيشن. تمام. هبص على الرينال ارتري كان خارج هنا انهانسد. هي الحاله المفروض ان احنا من المنظر ده نقول عليها افالجن وجريد 5 رينال انجن، بس الحاله عشان ما فيش بيري نفرك كولكشن كتير اتقال عليها ان هي انتيمال تير في الارتريال فيسل. يعني الحلقه احنا برضو بنبص عشان قبل ما اقول كلمه افالجن، لان افالجن هيخش على طول يفتح واليورولوجيست هيدخل معانا. تمام. فقبل ما تقول ان في كلمه افالجن لازم تبص كويس قوي على البيري نفر كوليكشن ريترو بيرتونيال كوليكشن. مش معقول هيكون الرينال ارتري حصل فيه افالجن وانا الدنيا كلير كده حوالين الكيدني وحبه بس فلويد تحت بسيط كده. هتفرق قوي معاهم انت تقول ان في بيري نفر كوليكشن كتير، يبقى انا بتكلم في كومبليت افالجن. لو لقيت البيري نفر كوليكشن قليل هقول ان ده رينال انجري رينال ارتري انجري. تمام. لو الارتريال فيس كويس كان مور لما هي بتاخد في بورتو فينوس. بتاخد في بورتو فينوس، بس هي فعلا طلعت انتيمال انجل. تمام. وبعد كده مش بس كده، يعني برضو ابص تاني على الباكج. انا عندي هنا الديودينم كمان موجود والبنكرياس. تمام. انا هنا يعني مش شايفهم كويس، في هيماتوما حواليهم. بصوا كده البنكرياس، انا مش عارف اعمله دي لاينيشن، انا مش شايف المنظر كويس بتاع اللي احنا شايفينه ده. شايفين الفيسل هنا كلها، انا شايف هنا فلويد كوليكشن في المنطقه دي. انا ما اقدرش، فانا الحل ان انا اعمل اسبيريشن واعمل اناليسز للاميريز واللايبيز. كل دي حاجات بتزود الامرجنسي بتاعه الحاله، والحاله فعلا طلع فيها بنكرياتيك كتير وطلع فيها ديودينال تير. فالحاله دي فيها باكج انجري. تمام. بس النقطه اللي انا عايز اقول عليها بس برضه يا شباب، يعني اللي هو الجريدنج بتاع الانجري، يبقى احنا عارفين في التروما، يبقى احنا عارفين الكلام عشان لما حد يسألك تبقى انت عارف يعني دي جريد كام وهكذا في اي اورجن.
خلاص يبقى احنا عارفين الكلام ده ونعمل امبلمنتيشن للحاجات اللي احنا بنشوفها في الأشعة، نعملها في الريبورتنج. يعني احنا بنتكلم على لايراد وبنتكلم على تايراد وبنتكلم على مش عارف ايه، الكلام ده مش للتسلية يعني، خلاص الكلام ده عشان واحنا بنعمل ريبورتنج نقول ده دي كذا. يعني احنا دايما بنشوف الريبورتنج بتاع السي تي كله، بتاع معظم الحاجات بتاع الاتش سي سي، ما بنهتمش حتى باللايرات. الكلام ده مش مظبوط يا شباب. ما تيجي تكتب هنا تروح كاتب ان في حتة كونتيوجن مش عارف ايه وايه وخلاص، وتروح واخد بعضك وماشي. الكلام ده من الناحية، اصل الحاجات دي الابليكيشن بتاع الايمجينج في البراكتس مهم جدا. ممكن يكون جراح ما عندوش فكره عن اللايرات، ممكن، وممكن ما يكونش عنده حاجه فكره عن الجريدنج ده، وممكن يكون واحد شاطر ومتابع القصه دي وحافظ وعارف يعني ايه جريد 4 وعارف يعني ايه جريد 2 وعارف يعني. فالكلام ده كله لازم يعني يو شود ابلاي الحاجات بتاع الراديولوجي. وده الكلام ده حتى انا بقوله لاولاد القسم اللي موجودين، وانا بلوم عليهم انهم ما بيحضروش كل او الساينتفك اكتيفيتيز. ناس كتير ما بتحضرش الساينتفك اكتيفيتيز، فاكرين ان الحاجات دي مرتبطه بحاجات معينه، يعني مرتبطه بامتحانات ولا غير ولا غير. الحاجات دي يا شباب، انت ما دام انت اخترت تخصص الاشعه لازم تبقى فاهم الحاجة السليمة اللي بتتعمل ايه، الكلام السليم ايه، خلاص. فيعني لكن ما تعيش مع نفسك كده، هتعيش مع نفسك هتفضل تقل كل شوية، وتلاقي حد أصغر منك متابع تلاقيه أشطر منك، خلاص. لكن يعني لكن لما تسمع من الكلام ده، يعني احنا كنا يوم الجمعة اللي فاتت اللي بتتكلم عن الايراد، والراجل اللي بيتكلم عن التشيست وهكذا، خلاص الكلام ده ابلاي في انت بتشوف الكلام ده في كل يوم، يعني كل يوم، وبتشوف اللانج فيلدز اللي الناس بتكتب اللانج فيلدز دي مثلا كل يوم في كل التقارير، وكل التقارير الناس بتكتب فيها فاسكولار كونجيشن. فانت لما يجي واحد بحجم مارك ده ويقول لك المعلومه دي، الناس دي قاعده ما وراهاش شغلانه غير الكلام ده يا شباب، خلاص. يعني لما حد بالخبره دي وبالعلم ده خلاص يقول لك معلومه، يعني دي شور ان انت تستفيد من هذه المعلومه في شغلك. احنا مش قاعدين بنسمع نتسلى ولا حاجه، خلاص. واللي احنا بنسمعه ده وي شود ابلاي الكلام ده في الشغل بتاعنا، مش العلم ده حاجة والبراكتس حاجة تانية بس. ف يعني النقطة دي في ذهني دايما. أنا بدخل في كل السيشنز أقعد أدور على ولاد الاسم فين، خلاص، مين اللي حاضر من ولاد الاسم، ما يهمنيش مين اللي بيمتحن ومين اللي ما بيمتحنش، خلاص. أنا عايز أشوف مين اللي عنده انترست إن هو يبقى كويس يبقى شاطر، مش حاجة يعني قاعد احنا قاعدين بنتسلى. لا احنا مش بنتسلى، خلاص احنا مش بنتسلى. والكلام ده ليكوا كلكم، مش لحد معين، بس انا بتكلم ان الـ يعني انت لازم تعمل ابجريد لنفسك بصفة مستمرة، مش ان انت خلاص بتذاكر عشان تارجت وبعد كده التارجت خلص خلاص احنا ركننا على جنب وبعد كده مش عارف ايه ونرجع بقى نعمل اللي احنا عايزين نعمله ونكتب اللي احنا عايزين نكتبه. الكلام ده مش مظبوط يا شباب، وده بيخلي المستوى الناس ما تبقاش كويسة. الناس الشاطرة في الأشعة دايما بروجريسنج، وانت عشان تبقى بروجريسنج لازم تسمع للناس الشطار، ولازم تتابع الناس الكويسة، ولازم الشاطر في سب سبيشاليتي معينة لازم تعمل له فولو، ولازم تشوف الراجل ده بيقول ايه. انما يعني ان احنا بس مجرد ان احنا نقول اي حاجه، انا بقول الكلام ده لان انا بشوف الريبورتنج لبعض اولادنا في الاسم، محدش بيحط الكلام ده في دماغه، خلاص. بشوف مثلا اساتذه بره ممكن يكتب تقرير سونو مامو ما يعرفش يعني ايه بايراد، ما يكتبش كلمه بايراد، خلاص سبيكيوليتد مارجن، يروح حاطط بين قوسين بريست كانسر وخلاص. ده عايش فين يعني؟ الناس عايشة فين؟
خلاص. امال اللي يعني كل الحاجات البروجريسنج كل يوم دي، ده بتعمل عشان ايه اصلا؟ ما عشان نشوف ابلاي الكلام ده في الشغل بتاعنا يا شباب. انا بقول كده عشان لما تيجي تمتحن على حاله زي دي، واحد يزنقك ويقول لك يعني دي جريد كام، ما تحتسش وتبقى فاكر ان انت عايز تقعد توصف وخلاص. ماشي ماشي يا هبه. انا خلصت كده. شكرا يا هبه، كتر الف خير. تعالي يا هبه. وبعدين الحاجات دي مش تعمل لها امبلمنتيشن في الريبورتنج بس، تعمل لها امبلمنتيشن في شغلك. يعني انت لما حد شاطر يقول لك على تكنيك معين خلاص، ويقول لك التكنيك الفلاني بنعمله ازاي والصح بنعمله ازاي، يشوت ابلاي الكلام ده في مكاننا. يعني الدكتور هيثم مثلا دخل معانا التكنيك المظبوط بتاع البروستيت، خلاص انا هجيبه هنا يعلم الفنيين هنا. احنا مش بنسمع الكلام ده عشان بتاع كده في الهوا وخلاص. الكلام ده يا شباب يعني يشود يوز، والكلام ده التكنيكس والريبورتنج، يعني الكلام ده تعملها في شغلك خلاص، مش اي حاجه وخلاص. هو البيشنت ده اولد ايج وعنده هيستوري ان هو بيجيله انترميتنت اي او كل فتره ويفك. هو جالنا ساعه الاتاك، احنا برده هنبص على السكاوت، هو مفيش اير اندر دايفرام، عندنا بس بانش اوف باول لوبز هنا دايليتد، يعني مفيش حاجه سبيسيفيك ممكن نطلعها من السكاوت. هنبص على الكونتراست، نمشي واحده واحده. هو طبعا عنده كوليكشن، ده كوليكشن، وفي جاستريك تيوب عشان هو عنده اي او. لقينا برضو في باول دايليتد هنا في الليفت هايبوكوندريا. مش هقول الابنورماليتي، انتوا بصوا عليها ونرجع تاني. وفي كوليكشن في البلفس لقيناه دلوقتي، هي حاجه يعني ما بتجيش كتير. هو في ساك في باول لوبس كابسوليتد كده هنا وهنا برضو. نبص على الميزنتريك فيسل، تحسها ستريتشد هنا في الانتري بتاع يعني الميزنتريك فيسل او الميزنتريك ستريتشد في الحته دي. يعني دي عباره عن ترانس ميزنتريك انترنال هيرني، بيبقى فيه تو لايرز في الميزنتري، فده التايب بتاعها، بيبقى فيه جزء بيبقى فيه ديفكت بتدخل الباول، وده الميزنتري اللي جوه، فبيبان ان هو كابسوليتد جروب اوف باول لوبس، وده سبب الانترميتنت بيدخل ويفك كذا مره. وطبعا في كونجيشن في الميزنتري والباول لوبس. هو البيشنت ده نون ان هو بص على صوته، عامل اورتوجرافي برضو، بس هو غالبا عنده الكاردياك فانكشن قليله، فعشان كده باين معانا الفيز البالمونر. في بايلاترال بلور افيوجن، وعندنا اندرلاينج لانج كولابس، قلنا ده معانا مع كونسنت واحنا ماشيين. يعني الاسندنج اورتا كويس، نقيسه كويس يعني معقول مش دايليتد. ده القرش نمشي مع الديسندنج اورتا. لقينا فيه يعني لارج دايليتد الكاليبر بتاعه، في زي اوت بالجنج هنا، هنقيسه هنلاقيه معدي يعني 5 سنتي وجواه. هو ده يعني ده احنا الفكره بقى نفرقه، ان احنا ده هيماتوما حوالين الفيسز ولا ده انيوريزم وثرومبوز. فهو لا، هو ده انيوريزم وثرومبوز، لان في كالسيفيكيشنز بتاع الوول اوتورد، زقوا لبره مش زقوا لجوه، فده بارشل ثرومبوز انيوريزم. ده هو غالبا كده امبيدنج رابشر، لان خلاص يعني في اوت باوتشنج كان. وننزل معاه كمان،
هنلاقي برضو محوط الاليا على الدفاع. طبعا السايز بتاع الانوريزم من الحاجات المهمة جدا يا شباب اللي احنا بنحكم عليها. خلاص شوف برضو هل ليه افكت على الحاجات اللي جنبه ولا لأ، يعني على السباين عامل فيها اروجن ولا لأ، عامل فيستولا ولا لأ. لكن ده طبعا واضح ان هو واخد الايديات برضه على الناحيتين اهو. الحاجات اللي زي كده يعني طبعا ما نكتفيش بالاكزيال بس، يعني ده اللي احنا بنقوله يا شباب. يعني انتوا دايما وانتوا بتعملوا ريبورتنج ما يعني عينك دايما على الشغل اللي بيتعمل. خلاص انت عايز صور كورونا وعايز صور سايكل وعايز يعني في تحت ام بي ار تحت كويس قوي برضه، يعني هو ده برضه موضح لنا كويس قوي. ده مثلا مبين اللي هو الفيسل نفسه دايليتد والكالسيفيكيشن حواليه، وبرضه ده برضه مبين برضه وان هو انفولفنج برضه الاليك. بس انا بس ماشي اوكي. ده جايب بريزيستنت فوميتنج. هنبص برضو على السكاوت اول حاجه، ومركب جاستريك تيوب. هنلاقي ان الاستومك دايليتد، يعني دي ممكن تدايجنوز من السكاوت بس احنا هنبص على السيتي. فهنا الاستومك دايليتد هنمشي برضو مع البول من فوق لتحت. دي الاستومك دايليتد، جاستريك اوتلت، ده معانا عشان نمشي معاه بس نتلخبطش. هندخل على الديودنم، ده الديودنم، ماشيين مع الديودنم لحد ما هنا حصل ابربت نارونج للكاليبر. طبعا احنا هنشك في سوبيرو مزنتريك ارتري سندروم، بس احنا معانا حاجتين الديستانس والانجل. نطلع على الاورتم الاول، يعني اول حاجه ده مدي السيلياك هكذا سوبيرو ميزنتريك. المفروض بقى نقيس الديستانس والانجل عشان الدياجنوز. هو 3 مللي او 4 مللي ده ابنورمال. بص برضو على الانجل، اقل من كده هو احنا عندنا بقى النورمال الفاليوز. المفروض الديستانس والانجل، الديستانس المفروض تبقى فوق العشرة، والانجل المفروض من 25 ل 60. فدلوقتي الديستانس معانا 4 مللي والانجل اقل من 25 18 يعتبر. فدي سوبيرو ميزنتريك ارتري سندروم. الدليل كمان اللي احنا ما عندناش اي حاجه تحت، يعني ما فيش اي دايلاتيشن للباول تحت خالص. يعني هي المشكله كلها في الـ في الـ في الانجل ما بين اللي حصل، يعني كان نات كراكر ما بين في الديودينوم ما بين السيفيرو ميزنتريك والاورت. ايه انواع الفاسكولار كومبريشن؟ يعني في انواع ثانيه الفاسكولار كومبريشن؟ في الليفت رينال فين برضو لما بيبقى كومبريست هو معدي الميتر ليفت انترنال الياك، ليفت انترنال الياك ارتري. Mm-hmm.
هجيبه لكم في اخر الامتحان. الفكرة بس يا شباب، يعني شايفين هنا الليفل بتاع الاوبستراكشن، هو ده الكلو في الموضوع. خلاص ده الكلو عندنا. انت عندك الاستومك والديدينم وقفوا عند هنا، فلازم تسأل نفسك بقى ايه اللي بيقفل عند الليفل بتاع الديدينم. خلاص، والا عمر دماغك ما هتروح للسوبر ميزين، عمر دماغك ما هتروح تفكر في حاجه زي كده الا لو انت عارف كل ليفل بتاع اوبستراكشن ايه الكوزس اللي ممكن تعمل القصه دي. لو ما انتش حاطط في ذهنك القصه دي مش 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 هتفكر بالطريقه دي. دي حاله صعبه ان انت يعني تشوفها في الـ في الـ في الشغل العادي بتاعك ودماغك تروح لها، بس دي حاجه مهمه جدا. يعني الحاجه الثانيه طبعا الكلام ده بيحصل، يعني شايفين ده شكله شاب صغير ولا واحد صغير؟ خلاص ده كان معانا في النبطشيه. نعم كان معانا في النبطشيه. اه يعني احنا ساعتها صورناها، ما انا شكيت من شكل الاستومك، قلت نصورها تايفيزيك عشان يبان الارتيريال بقى من قيس الديسبنس، لان ساعات بالاوضه وفيز مش مظبوطه فممكن يبقى مش متاكد. أيوه. انتوا سامعين الحوار يا شباب؟ يعني الاول اول يوم اتعملت وزاوت كونتراست، خلاص طبعا محدش هيفكر قوي في الجزء الفاسكولار ومش هيبان قوي الجزء الفاسكولار، لكن لما هي صباح فكرت ان دي يكون بتاع سوبيور ميزنتريك فحقنتها تاني يوم وعملتها دايناميك، خلاص عشان تشوف الارتيريال فين. ما هو ده أهمية إن أنت يعني تدور على الحاجات دي، لكن أنت لو اكتفيت بالوزاوت كونتراست خلاص أنت مش 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 هتوصل لحاجة يعني. خلاص؟ الفكرة إن عينها هيتفتح، فاحنا لما قلنا لهم إن هو كده فتقريبا نشوفهم زي فتح، مش ما يفتحوش في النبطشية بقى اللي هو إيه؟ بيعملوا إليكتف بقى ويدخلوه في ليست عادي. يعني هو أصلا كان تاني يوم أما صورناه تاني كان ابتدى يفك، يعني الاستومك دي في الوزاوت كان وصل تقريبا لبطنه من تحت عند البلدس خالص، فمع الراين قللت الكومبريشن شويه وبقيت الاول في البلدس كانت كويسه، في الابدومن كانت كويسه، مفيش اوبستراكشن. هو في معظم الاحوال يا شباب طبعا الكلام ده بيمشي كونزرفاتيف تريتمنت، دول اكتر بيبقوا مشاكلهم في الجماعه خصوصا اللي هم بيخففوا نفسهم وبيعمل ريدكشن للويت مره واحده. هاتي لي السجتال كده يا ايمن. الريدكشن في الويت ده الـ بين السوبير ميزنتريك والاورطة هنا في ديدينم، بس في شوية فات هنا. خلاص الفات باد الموجودة دي لما واحد بينزل وزنه هي دي اللي بتبقى لوست، خلاص اللي هي محافظة على المسافة دي، فيبتدي يحصل الكومبريشن. ماشي، هو ده بتبقى هي السيكولي دي كده بالشكل ده، وكمان شويه في الفيميلز وهكذا يعني، بس ده ممكن حد يديك الهيستوري دي تيبيكال يعني، لان هو بيجي. نعم مش شرط تبقى كونجينيتال اصلا حضرتك، يعني هو لما عيان عادي اوبيز وخس ممكن يدخل في هي دي السيكولي اللي هي التراديشنال اللي احنا بنشوفها. خلاص يعني ان هو الانجل دي اساسا بريزيرفد بالفات بات الموجود. خلاص الحاجة اللي بتضيع الفات باك هو السادن ريدكشن ويت، تلاقيه نزل مش عارف كان 100 وكام، تلاقيه نزل. في بعض الناس يحصل فيهم الكلام ده يعني، بس دي هيستوري نبقى احنا واعيين ليها في ذهننا يعني كلينيكال، لما نيجي نسأل عيان يبقى الكلام ده يخلينا نحط السسبشن ده بشكل أكتر يعني. طبعا تبقى عارف الاناتومي، تبقى عارف فين السيلياك وفين السوبر ميزنتريك لكن احنا قلنا الكلو الاساسي ان ده عيان جاي بيرزستنت فومتنج وشكله اوبستراكشن وانت بتدور على الليفل بتاع الاوبستراكشن لقيت واقف عند الديدينا ما عداش بقيه السمول باول واللارج باول نورمال، يبقى انت لما تقعد تدور كل الحاجات اللي هتعمل ديدينا الاوبستراكشن كلها كلام فاضي، البولكس والتيومرز والمش عارف ايه، كل دي حاجات من الحاجات الرير يعني. خلاص بس من ضمن الحاجات اللي هو الايه السوبير ميزنتريك ارتري
ويعني نبقى احنا عارفين بس السيكوريتي غير ان هم يعملوا جراحه يا شباب، يعملوا نيموا العيان ده على الجنب شويه وحاجات زي كده ويركبوا له رايل، والامور بتهدى يعني مع الكونزرفاتيف مانجمنت. طبعا انت لو ما حطيتش القصه دي والاحتمال دي هياخدوه يفتحوه على طول. ماشي الحاله دي كانت بريزنتد برضه. حاجه تانية النقطه اللي قالتها ايمان، السكاوت خلاص. طب نبص على السكاوت يا شباب، السي تي خلاص. انا لسه بكتب حاله تشيست جوه ولقيت بتاع زي ساينس كبيره ومش عارف ايه، وطفل صغير بقاله شهرين يعني، والبيه الفني مش مصور السكاوت اصلا خالص، مع ان دي كلو مهمه بالنسبه لي ان انا اشوف الولد مش محقون وبتاع كده على بعضها كده، لا انا قادر احدد دي سايمس ولا دي ميدياستاينال ماس ولا ايه بالظبط. فوجود السكاوت فيو في الصور من الحاجات المهمه، الكلام ده مش محطوط فانتازيه خلاص. انت ممكن تشوف الرايل في الحاله اللي فاتت دي ومش جاي في ذهنك خالص، لكن انت لما تشوفه في السكاوت ان العين ده مركب رايل خلاص انت عارف ايه اللي جوه الاستومك، وبتاخد فكره بقى يعني اللي بيبقى كلو ليك في الفايندنجز اللي انت هتشوفها في السي تي بعد كده. ماشي يلا. الحاله دي كانت جايه باي او برضه. انا بحب اوصل على السكاوت اشوف مثلا في اير اندر دايفرام ما فيش، في بورتا في البورتا الفينز اير ما فيش برضه. بحب اعمل لوكيشن للتايب اوف اي او، يعني احنا هنا دلوقتي الباول اللي دايليتد هنا سنترال وواخده الباترن بتاع السمول باول، احنا كده عندنا سمول باول اي او، وفي هنا برضه دايليتد غالبا ده السيكم اللي دايليتد هنا، والاستومك طبعا دايليتد هنا يعني مش أكبر. تمام. فاحنا خدنا كلو ان انا هدخل ابص ايه على الحاله، يعني احنا كده عندنا سمول باول اي او. هنجيبها من فوق لتحت وبعد كده من تحت لفوق. برضو في رايل شايفين هنا برضو ده السمول باول دايليتد. هنجيبها بقى من تحت لفوق، احنا هنمشي مع الريكتوم هنا اهو، نطلع فوق السجمويد مزقوق خالص هنا بس كولابسد، ستيل كولابسد برضو. هو جينا هنا ده الديسندنج كولون كولابسد. هو برضو ده في جزء من الترانسفيرس برضو كولابسد برضو عشان ايه الباول دايليتد. هو ده اللي دايليتد قوي السيكم. هنقيس عليه، هنقيس يعني معدي 9 سنتي يعني امبيدنج رابشر. هنطلع مع السيكم لفوق لقينا الكوز، احنا يعني كل ده بندور على الكوز اوف اوبستراكشن. في ميورال سيكنينج هنا في الديستال بارت بتاع الاسندنج كولون، هو اللي عامل كل الباك افضل دايليتيشن. هو غالبا نيجلكتد بقى لها فتره يعني، لان السيكم كمان يعني دخل في يعني امبندنج رابشر، ممكن يدخل في نيماتوزس كمان، وبقيت السمول باول كلها دايليتد والعينه فتحوها وللاسف دايت بعدها يعني عشان هي كانت نيجلكتد فتره. هي عامله الشولدرنج وطلعت نيوبلاستيك يعني. دي طلعت كرونيك كارسينوما ضايد للاسف بعدها على طول، لان هي اتاخروا في فتحها والسيكم كان خلاص رابشر. لا كانت صغيره، كانت 35 اخذت العنايه دلوقتي اخر حاله. هو ده كان بريزنتد بقاله اسبوع يعني 4 ايام، عنده بلفيك بين سيفير بلفيك بين، عمل سونار لقينا قالوا ان هو في كوليكشن بس يعني للاسف هو ما كانش حد كويس اللي عمل له، ما كانش في اي او قوي، بس احنا واحنا ماشيين لقينا برضو الكوليكشن، بس برضو احنا واحنا وفي اير فوساي نطلع كده تاني. انا رجعت نبص برضو على اهم حاجه ممكن تعمل كده، احنا ده السيكم طالع منه التيرمينال اليوم هنا، هنمشي كده لقينا ده الابندكس، مشينا معاها اهي وداخله بلفيك
غالبا هي مبشره في الكوليكشن ده، يعني هي ارنسايتس عامله بلفيك ابسس مع الايرفوسوي دي كلها. هو للاسف عشان العينه اتاخر وكده يعني برضو لازم نفرق ابنسايتس بس ولا معاها ابسس. لو ابنسايتس بس بنفتح مجبرني، لو معاها ابسس بنفتح ميد لاين سيرجيكال يعني. فدي كومبليكيتد ابنسايتس مع ابسس كافيتي. طبعا يعني ده يعني لما يبقى فيه يعني كوليكشن وفيتشرز بتاع اكيوت ابدومين يا شباب، يعني حاول ان انت، لان دي انت لو مش حاطط في ذهنك ان اكيوت ابنسايتس مش هتبص عليها قوي، مش هتدور في يعني مش هتحطها ككوز كده انت متوقع يعني. تاني حاجة العينين دول لما بتيجي تشوفهم في الالتراساوند ممكن البلفيك اكستنشن بتاع الابندكس او الابنورمال لوكيشن بتاع الابندكس ده ممكن انت ما تشوفوش اصلا، ماشي؟ طول ما انت حاطط في ذهنك ان انت بتدور على الابندكس مكانها هتلاحظ حاجات كتيرة يعني. خلاص الابندكس دي ممكن تشوفها في اتيبيكال لوكيشن في حالات كتيرة جدا يعني، سب هيباتيك وريتروسيكال وبلفيك وكل حاجة. وعشان كده لما انت تلاقي فيه فايندنجز بتاع اكيوت ابنسايتس او سجست انا بسميها سكندري تشينجز او سكندري فايندنجز مش او اندايركت، خلاص لو انت لقيت الحاجات دي حاول تدور على الابندكس في اللوكيشن. يعني ساعات انت ما تشوفش الابندكس لكن تشوف شواهد كده تبقى انت شبه متاكد ان في ابندكس وانت مش شايف. خلاص الشواهد دي زي ما احنا قلنا قبل كده ان انت تلاقي شويه بالاضافه للكلينيكال ان انت تلاقي شويه فيلبر كوليكشن، ان انت تلاقي إديمة في الرايت لور كوادرال في التيرمينال ايليوم وفي السيكم تحديدا، ان انت تلاقي شويه انلارجد ميزنتريك لينفنود. يعني دي من الحاجات اللي هي الكلينيكال او سواء السونار او السي تي فايندنج اللي انت لو ما انت شايف الانفليم ده ابندكس دور عليه، ماشي؟ ودور عليها وتبقى متاكد ان هي موجوده بس انت ما انتش قادر تشوفها كويس يعني. ولو انت بتكتب ريبورت قول ان في انفلاماتوري تشينجز موجوده في الرايت لور كوادرنت في شكل كذا وكذا وكذا، بس الابندكس كودنت بي ايدنتيفاي، الانفليم ده ابندكس كودنت بي ايدنتيفاي، ماشي؟ بس كان نوت بي اكسكلودد ان هي الابندكس اللي انت ما انتش قادر تشوفها دي ممكن تبقى هي الكوز بتاع الانفلاماتوري تشينج، لانها غالبا بتبقى الكوز في اوقات كتيره جدا خصوصا لو الحاله كلينيكالي ماشيه اكيوت ابنسايتس. وانت ما يعني تاخد الحاجات دي ببساطه، يعني لما تشوف الفايندنجز دي وانت ما انتش شايف الابندكس وتاخد الحاجات دي ببساطه خلاص هتبقى نيجليكتد وهتبقى بيرفوريتد وهتبقى جانجرينس وهتعمل ابسس وهتعمل فليجمون وهتعمل مش عارف ايه، هتبقى كومبليكيتد خلاص. وطبعا انت لما بتشخص الابندكس في الاكيوت ستيج غير لما تشخصها في الكومبليكيتد ستيج، دي حاجه المانجمنت بيختلف، البروجنوزس بيختلف، مدة فترة العيان في المستشفى بتختلف، الهيلينج بتاعه بيختلف، الكومبليكيشنز بتختلف، كل الكلام ده يا شباب، ماشي؟ احنا يهمنا هنا لما انت تشوف ابنسايتس يعني هل هي بس ابنسايتس ومعاها حاجة تانية، معاها كوليكشن، معاها عاملة ابسس، عاملة فليجمون، خلاص؟ كل الحاجات دي انت لازم تقول الكلام خلاص، لان هو لو داخل حتى لو انت شايف انفليمد ابندكس وفيها كومبليكيشن من الحاجات دي، انت بتقول لو انت قلت له ده في انفليمد ابندكس ودخل لقى المعجنه الثانيه دي جوه خلاص، هو بيبقى عنده مشكله كبيره جدا، لان هو سيمبلي هو بعد ما بيعمل ابندكتومي هو بيعمل ياخد سوتشرز على البيز بتاع السيكم، لو هو فيه مشكله في المكان ده هو ما بيقدرش يعمل الحكايه دي، او لو عملها بيعملها وهو مرعوب، الغرزتين اللي هو عملهم دول بيبقى مروح ويقول ربنا يستر وما يفستلش، ودول ما يضربوش من لو في انفلاميشن عنيف، لو في
فليجمون موجود في المنطقه بتاعه البيز بتاع الابندكس، خلاص كل الكلام ده ما يعديش عليه، عشان انت لما هتلفت نظره وتخوفه خلاص ان في فليجمون وان في مش عارف ايه، ممكن يمشي العيان كونزرفاتيف وهو اكيوت ابندكسايتس، لان هو عارف يعني ان هو ممكن يدخل يعمل مشكله اكتر من ان هو يشيل الابندكس. خلاص يعني انا فاكر واحنا نواب هنا كان حد موظف هنا في المستشفى خلاص بسبب العكه دي، ودخل ودخل في فيكال فيستولا وتوفى بسبب الكلام، لان احنا يعني ما انتش قادر تشوف الكومبليكيشنز او المشاكل، يعني مش الفكره بس ان انت تقول ان في اكيوت ابنسايت خلاص، يعني هي سيمبل اكيوت ابنسايت ولا لا، هي كومبليكيتد ولا لا، خلاص الوول بتاعها ده شكله ايه، هي جانجرينس ولا لا، هي اوبستراكتد ولا لا، خلاص كل الكلام ده يعني يشود منشن في الحالات اللي زي كده، لان هو ده اللي الجراح عايزه منك، ولما انت بتقول له التفاصيل دي انت بتريحه يعني بشده. خلاص وخلوا بالكوا البرفوريشن مش معناها ان في شويه فلويد كولكشن حوالين الابندكس، دي مش حاجة أكيدة إن حصل بيرفوريشن، لا ممكن نتيجة شوية إديمة شوية بتاع وخلاص. يعني أنا قصدي حتى أنت لو شايفهم في الألترا ساوند وجود الكوليكشن في الرايت لور كوادرانت ده مش فيتشر أو ساين أو فايندنج قوية تعتمد عليه عشان تقول إن البتاع دي بيرفوريتد، الأبندكس بيرفوريتد بيفتحوها وما بتبقاش بيرفوريتد ولا حاجة. خلاص فانت برضو يعني ايه تحفظ على لفظ البرفوريتد ابندكس دي، الا لو لقيت بقى كوليكشن محترم في الفايندنجز بقى التانية اللي هي السكندري فايندنجز اللي انا بقول لك دي حاجات قويه تحطها، وتحطها برضو كسسبشن بس، لان كل الكلام ده كل كلمه انت بتكتبها بتفرق معاه. خلاص اما بتقول له كوليكشن بتشجعه قوي ان هو يدخل ويشتغل، خلاص اما تقول له ابسس تشجعه، اما تقول له فليجمون ما ينفعش، خلاص ده هيدخل هيلاقي معجنه والابندكس دي مش هيعرف يسلكها. خلاص فاما تقول له ده عملت ماس ابندكولار ماس ومش برضه كل ده كونزرفاتيف ماشي، هيسيبه لمده شهرين ولا ثلاث شهور وبعدين لما هي بقى تدخل في الكرونيك ستيج يقدر يشيل. لكن فكل الفيتشرز دي انت لازم تبقى في ذهنك الكلام ده يا جماعه، والابنورمال لوكيشن، وانت لو بتعمل الترا ساوند لعيان فيه ابندكس في اتيبيكال لوكيشن علم له على مكان الابندكس. خلاص يعني لقيتها سب هيباتيك بالم كده وعلم له على المكان بتاعه، خلاص بدل ما يدخل يمزع بطن العيان مكبرني من تحت وهي فوق، خلاص او هي حتى ممكن تبقى في اللور كوادرنت وتبقى عاليه شويه او تبقى ميديال شويه او تبقى لاترال قوي او تبقى بيلفيك، كل الكلام ده حاول بس ان انت تعمل له كلو كده خلاص، وتفهم العيان قول له البتاع اللي انا عاملها لك دي ما تشيلهاش الا لما تروح للدكتور بتاعك تاني. خلاص كل الكلام ده لما يدخل يعمل غرزتين ويفتح ويلاقي الابندكس تحت صباعه، غير لما يدخل من هنا خلاص وعايز يكستند الانسيجن بتاعه لغايه ما يوصل للصاب هيبات، كل ده عمال بيقطع في ماسلز ومش عارف ايه. فانت الحاجات اللي زي كده يعني الأشعة مش 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 دش في الكلام يا شباب، أشعة دي كل حاجة في الأشعة ايمد تكنيك. خلاص ايمد يعني أنت عايز توصل لإيه، هو الراجل ده عايز منك إيه، هو أنت تقدر تساعده بإيه، إنما مش استنباط إحنا بنكتبها وخلاص. فإحنا ناخد بالنا من الكلام ده إن إحنا يعني ما وصفش بس كده وخلاص، والكلمة اللي أقولها بقى عارف معناها وبقى عارف إن الكلام ده ليه implementation في المانجمنت بتاع العيان، وده اللي احنا بندور عليه في النهاية. احنا طبعا الناس اللي حضروا واضح ان المجموعه اللي حضرت معانا الكورس اللي فاتت يعني معظمهم برضه هم اللي حاضرين الكورس المره دي. يعني انا برضه ما اعرفش بقيه الناس مش مشجعه ليه، يعني ليه العدد قليل بهذا الشكل، يعني ده يعتبر عدد قليل بالمقارنه بالناس اللي مسجلين عندنا واولادنا والكلام ده كله،
ده يعتبر عدد قليل على كورس مهم جدا في الامرجنسي. والكلام ده هيبقى ليه يعني 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 هيبقى ليه تأثير جدا في الامتحانات يا شباب. لما احنا بنعمل حاجه ولما احنا بنعمل اكتيفيتي ولما احنا بنبذل مجهود في حاجه الكلام ده لازم يقابل خلاص بمجهود مقابله. ماشي، احنا مش بنعمل الكلام ده عشان كده وخلاص، احنا بنعمل الكلام ده عشان الناس تتعلم والناس تستفيد. هما مش عايزين يستفيدوا خلاص، دي حاجه تخصهم، بس ما يزعلوش في الامتحانات خلاص. يعني اللي ما جاش حضر مثلا الدوره اللي فاتت وجينا نمتحن نقول له اعمل لي هيب الترا ساوند لطفل ومش عارف، انا هسقطه خلاص. يعني ما هو احنا مش بنعمل الكلام ده كله عشان في الهوا وخلاص، لا، احنا بنعمل الكلام ده 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 ده, ده عشان يعني الناس تبقى احسن، تبقى واحنا مختارين حاجات معينه ان احنا نعمل استريس عليه تحديدا يعني. فلما نعمل كده برضو الناس يعني مش مكلفه خاطرها ان هي تحضر وتهتم والكلام ده، لا، الكلام ده مش مقبول طبعا. لكن الناس اللي حضروا وي ار ابريشيتنج كل المجهود اللي انتوا بتعملوه. ماشي، حتى يمكن الناس بتوع الدكتوراه اللي حاضرين، انا يعني اللي عايز كلهم رسائل اللي هو عنده انترست وبيحضر معانا خلاص. احمد مثلا الراجل قاعد ملتزم معانا اهو خلاص، كان ليه بروتوكول دخلناه قبل الناس كلها. ما هو ده اللي يهمني انا، يهمني اللي قاعد وعايز ينجح واللي عايز يتابع واللي عايز يبقى كويس، هو ده اللي يهمنا خلاص. اللي مش في دماغه وقاعد مع نفسه وعايز يجي ضيف في الامتحانات يتفضل يجي ضيف، مفيش مشكلة. لكن يعني لازم تبقوا عارفين يا جماعة الناس اللي بتحضر والناس اللي بتهتم، الكلام ده كله مش لازم احنا نقول لكم الكلام ده يعني ايه التفاصيل اللي بتحصل، لكن الكلام ده كله ليه ابريشيشن عندنا، لان هو ده الطالب اللي انا بدور عليه، مش الطالب اللي مسجل وبيجي يقول لي سلام عليكم وخلاص. خير ان شاء الله، احنا برضو هنكمل الكورس، هنشوف الشهر اللي جاي هنبدا ايه كده وهنعمل لكم الاعلان. ويوم الخميس احنا معاكم برضو ان شاء الله. الشهادات خلصتيها يا رباح؟ بس مسافر عمي ما كانش لسه موجود.